سبوت لايت في الوقت الذي تقترب فيه نهاية المرحلة الانتقالية لما بعد البريكسيت بعد 5 أسابيع من الآن. تترقب الأسواق أي تطورات متعلقة بهذا الملف، خاصة أن الصورة لم تتضح فيما يتعلق بالعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعدم وصول الاتفاق يحكم العلاقات بينهما اعتبارا من أول يناير المقبل. ورغم وجود نقاط خلافية وقصرة بنهاية المهلة، فإن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد على عدم استعداده لتقديم أي تنازلات في تلك النقاط الخلافية، مفضلا الخروج بدون اتفاق على توقيع اتفاق هزيل. ويجري الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني يعاني بالفعل من تبعات سلبية نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع العودة في بداية نوفمبر الجاري لإغلاق الاقتصادي ضمن محاولات السيطرة على تفشي الوباء. للحديث عن البريكسيت وأيضا عن الأسواق ينضم إلينا من لندن الدكتور ناصر قلاوين، أستاذ الاقتصاد السياسي والطاقة بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر. بداية دكتور ناصر، دعنا نتحدث عن الأسواق بما أن المتداولون ينتظرون ماذا سيحصل، كيف ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هل برأيك مستويات الأسهم البريطانية وأيضا الاسترليني حاليا تعكس توقعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أم أنه تحتسب الخروج أيضا بدون اتفاق؟ برأيي أن هناك حملة علاقات عامة لطمأنة الأسواق من ناحية الحكومة البريطانية. أولا وزير الخزانة ريشي سوناك أعطى إشارات يعني أن بمعنى أن الأمر لن يكون كارثيا، والخزانة في بريطانيا هي وزارة مهمة جدا، كل نقابات الصناعيين ومعاهد المدراء والجهات الأخرى يعني مثل مجلس الغرف التجارية أراؤها يعني تنتهي عندها. هذا واحد. اثنين، بنك إنجلترا المركزي كذلك قال أنه جاهز، وبالتالي ربما يعني يخففون من وقع الخروج بدون اتفاق مع أمل بالوصول إليه. هذا الأمر طمأن الأسواق، لكن أسواق الأسهم في آخر 6 أشهر، وأعطي مثل مؤشر أكبر 100 شركة بمؤشر الفاينانشال تايمز كان حوالي 6000 نقطة، من شهر كان ربما 5700 نقطة، الآن صار 6400 نقطة على وقع ربما شركات أدوية بريطانية والأمل بفتح الاقتصاد. إذن البريكسيت تحاول الحكومة طمره ضمن أخبار الكورونا لتخفيف وقعه، لأن الخسارة ستكون سواء باتفاق أو بدون اتفاق، لكن بدون اتفاق ستكون طويلة المدى، فيما إذا باتفاق ستكون ربما العام القادم فقط. يعني برأيك الأسواق احتسبت ذلك؟ نعم، الخروج وعدم الخروج من دون اتفاق بالطبع، مع الأمل بحصول اتفاق. وعندي إشارات أن هناك تراجع عند الطرفين الأوروبي والبريطاني، بالرغم أنه لم يظهر شيء رسمي لأن الكلام هو دبلوماسي، لكن هناك مصادر تقول أن هناك تراجع من الطرفين. طيب أود أن أسألك دكتور ناصر يعني عن ما التداعيات الاقتصادية التي ربما سوف تحصل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ إذا خرجت بدون اتفاق، أولا بواحد يناير 2021 السلع البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي سيفرض عليها 10% رسم، وبالتالي تصبح غير منافسة. اثنين، شهادات المنشأ وشهادات الصحية للسلع الغذائية ستصبح أكثر تعقيدا، وبالتالي تتكدس البضائع في الاتجاهين الأوروبي والبريطاني في الموانئ في المطارات، وبالتالي قد يصيبها التلف. وعندي مثل بأن مؤخرا توتر تجاري بين أستراليا والصين أتلف 20 طن من يعني من الأسماك الباهظة الثمن في مطارات صينية. إذا يمكن أن يحصل هذا الأمر. ثلاثة، بالرغم من تخصيص بريطانيا بليون جنيه لمرافق ويعني جمركية وتوظيفات، برأيي هذا الأمر لم يصبح جاهزا، خصوصا في مقاطعة كنت التي تواجه فرنسا وبلجيكا. وأربعة، الأسواق المالية ستحس بصدمة إذا لم يحصل اتفاق. إذا حصل اتفاق برأيي ستكون الأمور ميسرة والجميع سيتنفس السعداء.
طيب برأيك يعني بالنسبة لهذا لو حصل يعني من دون اتفاق، لو حصل اتفاق فتعتقد أن الأمور ستكون نوعا ما إيجابية لصالح الطرفين؟ بالطبع حتى لو تم ترحيل بعض الأمور، بعض الملفات، وأنا من أنصار هذا الأمر، الملفات الخلافية مثل حدود إيرلندا، مثل توزيع يعني المساعدات الحكومية البريطانية على الريف، لأن هناك قوانين أوروبية تحكمه، خصوصا في ريف اسكتلندا التي أحيانا تريد الانفصال أو جزء منها يريد الانفصال، حكومتها الذاتية، واثنين بالنسبة لمصائد الأسماك. هناك حل بترحيل هذه الأمور لهيئات تحكيمية وليست محاكم أوروبية، لأن بريطانيا ترفضها، أو كما شعرت مؤخرا هناك طرح أوروبي بمراجعة الاتفاق بعد 10 سنوات ب 2030، وهذا أمر جيد، لكن برأيي بوريس جونسون لا يريد أن يعطي أي هدية للمعارضة بأنهم في هناك أمل لمراجعة الأمر وإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. طيب دكتور ناصر، إذا تحدثنا عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، برأيك ما مدى تأثيره على الاقتصاد البريطاني؟ يعني حتى لو كان في اتفاق فسيكون له تبعات سلبية، ما هي التداعيات السلبية؟ وخاصة يعني بريطانيا تعاني من تأثير جائحة الكورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد. بحكم أن يعني جائحة كورونا أثرت على الجميع وليس فقط على بريطانيا، في برأيي هناك سعي بريطانيا لتمر تأثيرات البريكسيت الاقتصادية ضمن الكورونا، وهذا يأتي عبر أولا ضخ القول أن فاتورة يعني الكورونا ستصل إلى 400 بليون جنيه اقتراض، وبالتالي القول يعني للشعب البريطاني أن يعني البريكسيت لن يكون سيئا بهذه الدرجة، لأن إذا يعني الضرر يصيب مقولة الجميع. فيروس كورونا تكلفة أيضا أليست تكلفة الطلاق أيضا مكلفة؟ الطلاق بحد ذاته 40 أو 50 بليون جنيه برأيي ليس رقم كبير، بريطانيا تستطيع أن تهضمه عبر 5 سنوات بمعنى تقسيط، لكن هو التداعيات الاقتصادية على مدى 5 سنوات، تراجع في مجمل الناتج المحلي الجي دي بي من 5 إلى 10%، هذا أمر مع جائحة الكورونا، والآن عندي في هذا العام على الأقل 7% ناقص، هذا يعني في مجمل الناتج المحلي زائد 5 يصبح 12%، وبالتالي هذا الأمر يعني يصبح يعني مضر جدا بالاقتصاد البريطاني، يعني برأيي اجتماع المشكلتين. نعم أسمعك. نعم دكتور. نعم، وهذا برأيي سعي الحكومة للقول أن الكورونا أهم من البريكسيت، خصوصا أن البريكسيت بقي له أمام الشعب البريطاني 4 سنوات، وبالتالي تعتبر الحكومة أنها هضمت الأضرار التي حصلت نفسيا وتجاريا، والشركات التي قامت بتحويل بعض مكاتبها إلى أوروبا خصوصا المالية، أو التي لا تريد الاستمرار أو التي تريد الدعم من الحكومة البريطانية، شركات كثيرة تأخذ دعم الآن بسبب الكورونا وبسبب البريكسيت، خصوصا برأيي أن هناك مشكلة في شهادات المنشأ والتوافق الصناعي، ربما يضرب سلاسل التزويد يعني الصناعي، لكن الحكومة ترى أن 4 سنوات هي كافية لإعطاء، مع أنه يعني الحملات الإعلانية الحكومية مستمرة لهذه الساعة للقول تهيأوا تحضروا للشركات خصوصا، لكن برأيي ترى أن 4 سنوات هي كافية لإعطاء الرسالة الواضحة أن الطلاق بائن. طيب دكتور ناصر، بما أنك تحدثنا عن التداعيات السلبية سواء من تأثير جائحة كورونا وأيضا فاتورة الطلاق، لكن لو تم بالفعل انتهت يعني خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، هل تتوقع بالفعل أنه أن يحصل انكماش في عام 2021؟ متوقع ذلك للاقتصاد البريطاني برأيك لو من دون اتفاق؟ أكيد. إضافة إلى التبعات السلبية التي أخذت من كورونا طبعا. وهذا برأيي ما تراه الخزانة البريطانية، الخزانة تمثل قطاعات كبيرة من الضرائب من غيرها، وبالتالي الآن وصول الدين إلى أكثر من 2 تريليون دولار
أو تريليون جنيه عفوا، وتحذيرات صندوق النقد الدولي بأن الخروج بدون اتفاق سيعمل يعطي هزة للأسواق المالية. نحن لا ننسى أن سوق لندن للدين والاستثمارات هو رقم 2 في العالم بعد نيويورك، وإذا يعني بالخروج بدون اتفاق سيعيد الجنيه. وأنا عندي يعني إشارة أن قيمة الجنيه مقابل الدولار هي زادت مؤخرا ربما للاطمئنان أن هناك بوادر اتفاق أو عدم حصول يعني كارثة بحصول. دكتور ناصر سنتحدث عن الجنيه بشكل يعني توسعي، لكن سؤالي هنا عن الاقتصاد، هل بالفعل سيحصل انكماش تتوقع، وهل عندك التوقعات لهذه الأرقام دكتور ناصر؟ أكيد سيحصل انكماش الخروج بدون اتفاق. الجائحتين البريكسيت والكورونا ستسبب على الأقل برأيي ناقص 10% في 2021. كان هذا الأمر فيه مراجعة بأن 2021 هو عام الانتعاش، لكن الآن كلنا نعرف كل الحكومات في العالم تقول الانتعاش لن يبدأ قبل صيف 2021، وبالتالي الإغلاق الأسواق وإغلاق يعني الاقتصاد هذا الأمر سيعني برأيي ناقص 10 إلى 15% في 2021. ألا تعتقد دكتور ناصر يعني ربما جائحة الكورونا هي المسيطرة على جميع الأوضاع، ورغم أن حديثنا يعني متركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البريكزيت، لكن أود أن أسألك هل بالفعل بريطانيا تأخرت في الإغلاقات الاقتصادية التي يجب أن تقوم بها يعني مثل باقي الدول في بداية الجائحة؟ هذا ما أعطاها تبعات ارتداعية سلبية أكثر من الدول الأخرى، أم لا تعتقد ذلك؟ لا أعتقد أن التأخير صحيح، والتأخير جزء منه بريطاني لعدم تكثيف الخسائر الاقتصادية، لأن صانع القرار الحكومة تعرف في نهاية العام هناك انفصال عن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ربما البريكسيت لعب عاملا أملا كاذبا كان بتأخير الدواء المر. لكن بنفس الوقت يعني اعتمدت أو على منظمة الصحة العالمية التي أقول أن كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة اعتمدت عليها بالرغم من كل التوترات الحاصلة، وبالتالي تأخر الإغلاق. الآن المصيبة تجمع ألمانيا التي لم تغلق في السابق تغلق الآن. طيب جونسون بين اتفاق بريكسيت هزيل كما ذكرنا في بداية حديثنا وبين اقتصاد مهزوز، يعني ما توقعاتك باستمرار بشأن استمرار شغاله كمنصب رئيس الوزراء بعد إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ برأي جونسون، بوريس جونسون رئيس الحكومة كان عنده رأس مال كبير في أول العام خصوصا بعد مرضه، لكن عنده 80 نائب زيادة في البرلمان، وبالتالي هو يديه حرتين في عقد اتفاقات في اجتراح ما يريد. لكن حتى من أوساط حزب المحافظين كانت اتهامات له بأنه لم يكن يحسن القيادة. مرضه أثر، أعطاه تعاطف في الربيع الماضي، ولكن الخطابة وعدم يعني المبادرة كثيرا وترك الأمور لكبار مستشاريه الذين هم تيار متطرف في البريكسيت، ومنذ أسبوعين يعني اضطروا للمغادرة أو طردوا من مقر الحكومة دومينيك كامينغز ومستشارين آخرين، وهذا الأمر أراح أركان حزب المحافظين لأنهم يريدون أن تشترك يعني الدوائر الحكومية في القرارات الصعبة وليس مستشارين غير منتخبين. إذن هذا الأمر طرد المستشارين المتطرفين وهم عتاد تيار البريكسيت يعطي فكرة بأن جونسون يسلك طريق الاعتدال، وبالتالي عنده فرصة الآن ترحيب بأنه قد يستعيد لنقل الرصيد الشعبي الذي تمتع به العام الماضي. فتتوقع أن يبقى في مكانك رئيس وزراء بوريس جونسون حتى لو تم الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ نعم هذا صحيح. نعم. صحيح، لأن ليس هناك ثورة في نواب حزب المحافظين برأيي الآن أعطوه فرصة ثانية. طيب دكتور ناصر، يعني المملكة المتحدة برأيك هل هي الخاسرة الوحيدة في حالة الخروج بدون اتفاق، أم سيتضرر اقتصاد الاتحاد الأوروبي برأيك أكثر من بريطانيا؟ برأيي الطرفان سيتضرران، لكن
بالطبع بريطانيا تتضرر أكثر لأن سوقها 60 مليون شخص، الاتحاد الأوروبي 400 مليون، وبالتالي يستطيع هضمه، هضم الخسائر. بريطانيا تقول أن، وأنا يعني أرى هذه النقطة، أن مثلا هناك قطاعات في الاتحاد متكاملة مع الاقتصاد البريطاني مثل المقاطعة الشمالية في بلجيكا الفلاندرز، وبالتالي تكامل صناعي تكامل ثقافي ستخسر كثيرا. هذا للتهويل ربما على بلجيكا وهولندا للقول أن أنكم ستخسرون، وبالتالي يعني التأثير في المفاوضين ولي ذراع الفرنسي ميشيل بارنييه، لأنه هو برأيي بالرغم كل التماسات بريطانيا للمستشارة ميركل ورئيسة المفوضية أورسولا فاندرلاين، هي تلتمس من ألمانيا وتريد من ألمانيا وهولندا وبلجيكا برأيي لي ذراع فرنسا بهذا الإطار. طيب يعني أنت ذكرت أنه بريطانيا هي المتضرر الأكبر من الاتحاد الأوروبي، لكن يعني ربما بريطانيا كما أيضا تلعب دور هام في القطاع المصرفي، فربما لا تكون المتضرر الوحيد. صحيح، لكن بريطانيا عندها تاريخ 200-300 سنة من أنها قبلت الاستثمارات العالمية. بنك إنجلترا المركزي عنده ذهب في خزائنه بنحو 200 بليون جنيه، ليس فقط لإنجلترا، هذا لدول العالم كافة، حتى فنزويلا عندها 3-4 بليون جنيه من الذهب، حاولت أن تسحب بليون. أنت تذكر بأن ذكرت أنه هناك لإنجلترا بنك المركزي لديها، يعني هي قادرة على تغيير السياسة النقدية لديها. صحيح، لكن بريطانيا هي لماذا تترك الاتحاد الأوروبي؟ لتفتح أزرعها لكل دول العالم، وبالتالي الرؤية المناهضة للاتحاد تقول عندنا حرية ونحن سنعقد اتفاقات مع 85% من دول العالم خارج الاتحاد التي هي اقتصادات نشطة مثل الصين وغيرها. يعني هذه الدعاية لتقليص دور الاتحاد في الاقتصاد البريطاني، لكن التعاملات التجارية حالياً 40-45% من الصادرات البريطانية من السلع والبضائع تذهب للاتحاد الأوروبي. ثلثي الدين الأوروبي يدار من يعني حي مال والأعمال في لندن، وبالتالي أنا أخرج من هذه الدعاية برأيي وأقول الثوابت الأساسية أن بريطانيا تريد أن تكسب الاتحاد وتكسب العالم. هذه نوع من بهورات أو يعني حملات علاقات عامة. صناع القرار هنا برأيي وخصوصا الخزانة لن تقامر بأن تخسر هي ويخسر الاتحاد الأوروبي. طيب ذكرت أن هناك أكيد بريطانيا سوف تقوم بإبرام اتفاقيات، يعني دكتور ناصر ما هي الاتفاقيات المحسمة لإبرامها بعد انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ إلى أي اتفاقات سوف تتجه بريطانيا؟ هناك اتجاه في بريطانيا ذو قسمين، قسم يقول بتخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات الدولية أكثر مما هي الآن وبالتالي تكون مثل سنغافورة، واتجاه آخر يقول بأن جائحة الكورونا والبريكسيت تحتم على الخزانة أن ترفع الضرائب خصوصا على الفئة الثرية التي يعني وشركات التقنية المعلوماتية التي لا تدفع ضرائب بصراحة. يعني هذين العاملين، لكن السياسة هل يعتبر هذا أحد الحلول؟ هذا حل، لكن كل حل له حسابات أخرى، بمعنى زيادة الضرائب سيجعل بعض الاستثمارات تهرب إلى أماكن أخرى، وترك يعني الخزانة أو الشعب البريطاني تحت رحمة العمليات الإحسان التي تقوم بها شركات جوجل أو غيرها التي لا تريد دفع ضرائب بصراحة، وتحول وغيرها تحول الأموال إلى ملاذات آمنة. حتى هنا يعني عمليات شراء أحد المتاجر أزدى، الشركة الأم مسجلة في ملاذ آمن في خارج بريطانيا. إذا عمليات الاحتيال التي تقوم بها يعني أحيانا قانونية أقول بتهريب رؤوس الأموال هي تكسب في أمر وتخسر في أمر آخر. الأمر الصحيح هو الحفاظ على سمعة بريطانيا القانونية كما يريد أركان حزب المحافظين، بمعنى أن لا تقوم الحكومة بنقض اتفاقات قانونية مع الاتحاد الأوروبي فيما بعد، وحفظ على سمعتها الاستثمارية، حفظ على قيمة الجنيه، الحفظ على يعني الشفافية في ناحية غسيل الأموال وغيرها،
ستكون بريطانيا هي رقم واحد في العالم، وهذا هو فلسفة بريكسيت، وألا ستتراجع برأيي اقتصاديا. يعني أنت تعتقد أن بالفعل سوف تستطيع أن تخرج بريطانيا من كل هذه الأزمة؟ هذا مشروط لنا بعقد الاتفاقات مع الشركاء، وعندي الآن يعني وزيرة التجارة. هو تم اتفاقات كدوليا الآن مع اليابان ومع كندا مؤخرا. نعم، أنا أقول لها اتفاقيات استمرارية لما هو حصل مع الاتحاد الأوروبي، بمعنى لم يحصل تفاوض كبير، هي يعني استمرارية بمعنى 90% من القوانين وغيرها التي تحكم الاستثمار والسلع تمشي كما هي في الاتحاد، وبالتالي سهلة، تبقى 10% الأجبان والويسكي سكوتلاندي وغيره يحصل اتفاق، لكن 53 دولة ومنها اليابان وكندا برأيي أغلبها دول كومنولث صغيرة، يبقى اللاعبون الكبار مثل الولايات المتحدة، نيوزيلندا، أستراليا، الدول العربية الخليجية التي بريطانيا تنظر بشراهة لها وتحسب حسابها، وزراء التجارة البريطانيين يقومون بزيارات متكررة، وكذلك لدول الخليج، لأن الرأسمال هناك، إدارة الاستثمارات الخليجية كثير منها في لندن، وكذلك عمدة حي المال والأعمال في لندن، زيارات على الأقل 3 مرات لدول الخليج في العام، بمعنى أن دول الخليج هي كنز، تعتبر بريطانيا للطرفين بالتبادلات بالاستثمارات بإدارة الاستثمارات حول العالم، وهي جنة ضريبية لأن هنا الضرائب أقل من 20%، ربما 18% على من عنده يعني أسهم أو عنده مصانع أو في شركات، حصص في شركات بريطانية أو مؤسسات تجارية في العقار أو في غيره. طيب دكتور ناصر، دعنا يعني نتحدث قليلا عن الجنيه الأسترليني بعدة سيناريوهات مطروحة أو مقترحة. كيف سيتأثر الجنيه الأسترليني في حال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام؟ يعني كما يعني هذا الإيجابية في الموضوع، ما تأثيراته على الجنيه فعلا لو تم التوصل إلى اتفاق؟ إذا تم التوصل إلى اتفاق سيبقى الجنيه بسعر الصرف عال كما هو الآن، 1.32 مقابل الدولار، ربما 1.15 أو 18 مقابل اليورو، وقيسي على ذلك، وهذا أمر إيجابي للطرفين. إذا حصل بدون اتفاق، هناك نظرية تقول بأن الجنيه سيساوي الدولار، سيفيد قطاعات الصناعة البريطانية وربما كذلك السياح الذين سيأتون إلى بريطانيا، لكنه يلحق الضرر بأمور كثيرة في بريطانيا، توظيف وغيره، وهذا ما نخشاه نحن، لأنه يضر بالبريطاني العادي. لو عدم وصول إلى اتفاق يعني لا تجاري ولا اتفاق، هذا سيصل إلى يعني الجنيه الإسترليني ربما نرى مستويات، أي مستويات ربما نراها؟ يعني 1 جنيه مقابل 1 دولار، وبالتالي يصيبنا نحن كمقيمين ومواطنين بتراجع القوة الشرائية، يفيد السائحين الذين يأتون من دبي أو يأتون من دول الخليج أو غيرها، وبالتالي يستفيد قطاع السياحة البريطاني، يعني بمعنى القطاعات البريطانية تصبح أكثر تنافسية مع الاتحاد الأوروبي أو غيره، تأخذ سياح، ولكن له أضرار. طيب ماذا عن اليورو في هذه الحالة؟ اليورو في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. أنا لا أرى أن اليورو سيتأثر كثيراً، اليورو مهما قلنا عنه ما زال عملة، يعني صح أنه ضمن سلة العملات، عنده نقاط ضعف بالدين الأوروبي للدول الملتحقة به وعندها شكاوى مثل اليونان أو قبرص أو إسبانيا بأنه عالي القيمة فيما هو مفيد يعني صادرات الألمانية، وبالتالي أرى أن المقاومة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي سيتراجع أو يتفكك، ربما هذا الأمر لن يحصل الآن، لكن أرى بوادر انفصال أوروبي شمالي، شمال أوروبا وجنوبي، بمعنى هناك دول في أوروبا الشرقية لا تلتزم بالقوانين الأوروبية، وبالتالي هناك أقول، لا أقول أمل، لكن أقول بوادر تفكك أوروبي، لكن اليورو هو الذي يوحدها الآن، والقروض الألمانية
يعني المصلحة الاقتصادية في المدى القصير. دكتور ناصر، يعني لو افترضنا يعني في حال عدم التوصل فقط إلى اتفاق تجاري، لم يتوصل لاتفاق تجاري، شو ماذا سيكون تأثيره على الجنيه؟ يعني هل سيكون هناك تراجعات فقط بسيطة للجنيه ثم يعود إلى الاستقرار؟ لا، أنا أتوقع ربما عام أو عامين حتى يعني الاقتصاد البريطاني يعيد تشكيل نفسه إذا حصل بدون اتفاق. تبدأ مفاوضات جديدة. صحيح، ولأن الاتفاق كما قلنا يريح كل القطاعات المالية. هذا إذا حصل يعني انفصال أو خروج بدون اتفاق وبدون أزمة، لكن الخروج بدون اتفاق يعني أزمة، يعني حرب تجارية، وبالتالي عرقلة الموانئ الحدودية، ربما التستر أحيانا بالقوانين، وبالتالي تصبح أزمة كبرى عند الطرفين. يعني أنت تتوقع أمام اليورو لو حصل اتفاق سوف نرى الجنيه الإسترليني 1.15؟ نعم، بهذا الأمر، ومع أن الأسواق يعني عندها عدة أمور، لكن نحن نعرف أن الاقتصاد البريطاني إذا ضعف سيضعف الجنيه، وبالتالي قد تترك بعض الاستثمارات. هناك تارك لاستثمارات، لكن أقول هي بعشرات البلايين من الجنيهات، ربما 700، يعني أحيانا نقول في آخر عام 120 إلى 130 بليون جنيه تركت، لكن الاستثمارات عندها بيئة استثمارية تعود بسرعة، وبريطانيا عندها بيئة استثمارية، بيئة قانونية وبيئة إدارية للاستثمارات ممتازة. يعني عدم التوصل، يمكن أكرر ذلك، عدم التوصل دكتور ناصر إلى اتفاق تجاري فقط، أنت تتوقع ليس فقط على الفترة القصيرة، ربما تمتد إلى أكثر، يعني ربما سنة أو سنتين، تتوقع أن تمتد تأثير عدم التوصل لاتفاق تجاري ويضغط على الجنيه الإسترليني لهذه المدة التي ذكرتها؟ سنتين بالطبع، على مجمل الاقتصاد، على مجمل الناتج المحلي، وعلى عملة الجنيه الاسترليني. لكن هناك بعض المحللين وبيوت الخبراء يقولون أن الجنيه الاسترليني ربما يكون تراجعات محدودة، هذه وجهة نظر طبعا، آراء، يعني الجنيه الاسترليني سيكون في نطاقات ضيقة أو تراجعات بسيطة ثم يعود إلى الاستقرار بعد ذلك. أنت ليس مع وجهة النظر هذه؟ هذا حسب سياسة بريطانيا، إذا كانت تريد الانغلاق فبالطبع سيتراجع الجنيه كثيرا، لكن الخروج بدون اتفاق مع انفتاح تجاري للعالم، يعني جذب المهارات وعدم التقوقع في العنصرية، بمعنى قوانين كثيرة تكبل أو تخوف الاستثمار، سيحصل الكارثي. أنا لا أتوقع هذا الأمر. بريطانيا هي بلد تجاري منذ 300 سنة، هي تعرف ما هي أسرار جذب الاستثمارات وإدارة الاستثمارات وال يعني الاقتصاد الناجح. طيب، دعنا نتحدث عن الذهب. كما يعني نعلم أنه الذهب كان خلال 4 سنوات قبل جائحة كورونا، من 2016 ل 2019، تقريبا يتداول عند مستويات 1300 دولار للأونصة. بعد ذلك بدأت في نهاية 2019 عدة أمور، منها جائحة الكورونا التي أثرت بشكل كبير، وأيضا تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كلها أثر بشكل كبير على الذهب، وبدأ نشاهد صعود للذهب. لكن الآن الذهب برأيك هل فقد بريقه بعد تسلم جو بايدن؟ يعني هناك تهدئة للأوضاع والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أيضا أن هناك في استقرار في سندات الخزانة الأمريكية، أيضا يعني العامل الأهم وهو البريكسيت التي بدأت نوعا ما كما ذكرت أنها بدأت تظهر معالمها إلى أين تتجه، رغم يعني لم تتضح الرؤية لكن بدأت تظهر بعض المعالم، إلى أين سوف يتجه الذهب؟ وهل بالفعل بدأ يفقد بريقه؟ أنا لا أقول يفقد بريقه، ربما هناك قطاعات في الذهب لو تراجع، والآن عندي تراجع في استهلاك الشخصي للذهب من ناحية الحفلات الزواج وغيرها في العالم، لكن بالانفتاح الاقتصادي سيزيد استهلاك الذهب الصناعي، بمعنى في أجهزة الكمبيوتر، في السيارات وفي غيره. ما هو يزال هو المضاربة،
المضاربة الكبيرة على الذهب، وبالتالي إذا خسر 200 دولار لكنه مع الانفتاح الاقتصادي سيكسبه عبر الاستخدام الصناعي 2 عبر ضعف عملات بعض الاقتصاديات مثل تركيا التي تلجأ، هي أكبر مشتري الآن للذهب شهرياً لتغطية عملتها سواء نجح هذا الأمر أو فشل. روسيا كذلك، الصين تشتري يعني كبنوك مركزية قصدي، وبالتالي هو ملاذ للشركات، ملاذ للبنوك المركزية والاستخدام الصناعي. لن يتراجع إلى 900 دولار، هي في خانة الآن في آخر 8 شهور ما بين 1800 إلى 2000 دولار، واحتفلنا عندما وصل 2000 دولار بسبب المضاربات والسياسة الاقتصادية، أكيد مع الانفتاح الاقتصادي وبوادر الأمل، لكن كلنا يعرف أن هذا الأمر سينتظر للربيع القادم. طيب هل تطورات اللقاح، ربما يعني تطورات لقاح الكورونا وتنافس تلك الشركات، يعني ألا تعتقد أنه سوف يضغط على الذهب؟ ربما أن الذهب يعني في وقت الأزمات يبقى الذهب، الذهب وقت الأزمات يعتبر الملاذ الآمن، يعني ألا تعتقد بأننا لن نرى مستويات الألفين دولار؟ هناك من يتوقع أيضا على المدى الطويل جدا من إحدى المقابلات التي أجريتها أنه سيكون توقعات أن نرى الذهب إلى مستويات عالية جدا ومستويات كبيرة جدا. هل أنت مع وجهة هذه النظر، ولم يعني في على المدى القريب وعلى المدى البعيد كيف التوقعات؟ يعني المدى القريب ربما نرى مستويات فوق الألفين دولار يعني على المدى المتوسط أم لا، مع وجود تطورات لقاح كورونا، مع الانفتاح الاقتصادي، مع كل هذه الأمور، مع حالة البريكزيت، مع يعني لا يعني سوف يتحرك يبقى في هذه المستويات برأيك؟ وقت الأزمات الدولية اللجوء إلى الذهب، نشوب حرب لا سمح الله، لكن أقول بأن الآن، وهذا قصدي بالمضاربين، جزء كبير من الارتفاع وليس كله هو المضاربين الآن شركات الأدوية، عندي كل يوم إعلانات بأن هذا العقار ممتاز وغيره، وأنا لا أريد أن أعطي أخبار سيئة، لكن أقول جزء كبير منه مضاربات ما بين التجار، خبراء التسويق، تنافس الشركات بحد ذاتها، تنافس الدول لعقد، لأن كثير من الدول تقوم بعقد صفقات مع هذه الأدوية، بمعنى ليس مع عقار واحد، مع 3 أو 4 تأمينا لأن أحدها سيكون فعالا، هذا ما يسحب الاستثمارات من الذهب، وبالتالي هو جيد للمضاربين وجيد للمستثمرين كذلك. لكن بشكل عام أقول بما أن الاقتصاد العالمي مضغوط الآن ولا يوجد انفراج، فالذهب ما زال على الأقل في 6 أشهر سيكون في سعره العالي. إذا فتح الاقتصاد كما قلت الذهب عبر الاقتصاد الصناعي، لأن الآن عندي دليل، أخذ ذهب وهو النحاس خرق حاجز 7000 دولار للطن خصوصا من تشيلي، وبالتالي ينعكس الأمر المعادن فيما بينها بشكل عام. يعني أنت نظرتك ما زالت تفاؤلية نحو ارتفاعات الذهب، يعني الذهب في مرحلة الصعود نتيجة الحاجة يعني الاقتصادية وليس فقط المضاربة، نتيجة أنه على متوسط للتعافي الاقتصادي، ما زالت قسم تحفيزية، أسعار فائدة متدنية، كل هذا ما زال برأيك يصب في مصلحة الذهب؟ بالطبع، والمعادن الثمينة أو الصناعية تمشي مع بعض أحيانا، بمعنى إذا هناك حاجة بالصناعة قصدي لرادار، هو رادار الصناعة وهو النحاس، يعني أن كل المعادن بشكل عام ستزيد في الاستهلاك، وهذا أحد المؤشرات، لا أقول كلها، أزيد عليها المضاربات، أزيد عليها الحروب التي ترفع أسعار المعادن الثمينة، لكن الآن عندي الآن مؤشر في العالم بسبب الجائحة، هناك تنافس لشراء الحقائب الثمينة والسلع الفاخرة، الناس يعني بالرغم أنهم لا يتحركون. طيب يعني دكتور ناصر، دعنا نتحدث، بما أننا تحدثنا عن الذهب دعنا نتحدث على النفط، أريد أن أسمع رأيك عن النفط في ظل هذه الظروف القائمة، في ظل كما ذكرنا يعني الأخبار المتتالية، تتوالى الأخبار عن التطورات شيئا فشيئا، فكيف يعني تتوقع أن يكون اتجاه النفط أو الأسعار المتوقعة لكل الخامين سواء البرنت والخام الأمريكي الخفيف؟ أنا أقول الآن أن حركة العرض والطلب لو فتحت على مصراعيها سيتراجع النفط كثيرا والغاز مرتبطان ببعض، لكن هناك ضبط للسوق من ناحية يعني المملكة العربية السعودية
وشركاتها الإمارات العربية المتحدة، الكويت مع أوبك، قيادة أوبك، بالرغم من ضعف برأيي عند العراق المنتج الثاني في أوبك، تهريب نفط إيراني وغيره، ومع روسيا والولايات المتحدة القوى الصناعية والاستراتيجية. ضبط السوق من هذه الناحية وانفتاح اقتصادي الآن مع اللقاحات سيعني زيادة سعر النفط إلى $50 يعني بعد شهر بنهاية العام. الآن وصلت البوادر إلى 47 ببرنت، لكن استمراريته بالارتفاع إلى أكثر من $50 أو $55 كما أقول، واعتمد على قراءات لشركات تجارة كبيرة في العالم مثل فيتول، مبني على زيادة الاستهلاك وضبط السوق. ضبط السوق موجود بقيادة أوبك، بقيادة السعودية، لكن الانفتاح الاقتصادي هو بيد كل اللاعبين، منهم الصين التي هي الوحيدة الآن التي عندها ربما تقدير ب 1.6% نمو، فيما الكل عنده يعني سلبي، تراجع تحت الصفر. وبالتالي الانفتاح الاقتصادي سيفيد النفط والغاز، وعندي بعض العقود الآن. إذا قلنا الربيع سيكون الانفتاح الاقتصادي على مصراعيه بعد سران لقاحات، من الآن التجار يقومون بعقد صفقات ما زال سعره تحت $50، وبالتالي أرى التنافس سيكون كبيرا عليه. يعني بالفعل يعني دكتور ناصر، يعني ملف البريكسيت هو ملف شائك، سوف ننتظر كيف ستؤول، أي السيناريوهات المقترحة التي ستؤول إليها، هل الخروج مع اتفاق أو عدم اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق تجاري كحد أدنى. فبالتالي كلنا نترقب هذا الملف حول البريكسيت. يعني دكتور ناصر أشكرك جزيل الشكر، وشكرا على إكرائك بهذه المعلومات القيمة. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة كويتي سبوت لايت، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.